سلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم التاريخ 17 سبتمبر 2019، يوم الثلاثاء. من غرفتنا في جهور بهارو عند الحدود سنغافورة. شو هذاك حدود سنغافورة، وهذه عابرة بالوسطى، وهذا الهواء اللي نتنسمه. شوفي وهذا تشوفه الباخرة وانت في الغرفة، وكل هذا تشوفه وانت في الغرفة فوق المرقد. الله يدوم هالنعمة ان شاء الله علينا يا ربي ويحفظها. فانت قاعد فوق المرقد وتشوف الباخرة شوف هذا في ان واحد، هذا انا في الغرفة فوق المرقد ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظ النعمة هذه. صباح الخير حبايبنا. هذه رجولك تشوفها فوق المرقد، وهذه بعض البواخر في البحر تشوفها تتمشى، والزراعة من صوب. على الباخر راحت بعيد،